أخبار مؤلمة جدا بخصوص الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكلام له علاقة بأنها موجودة في مستشفى وأنه أخوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كله بخير. معاكم خالد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الفنانة شيرين عبد الوهاب والحدث اللي حصل لشيرين عبد الوهاب، ألا وهو تواجدها حاليا في مستشفى أو مصحة للأمراض النفسية والعصبية لعلاجها من الإدمان. بالفعل شيرين عبد الوهاب أخوها راح ضبطها في إحدى الشقق في التجمع الخامس، هي وحسام حبيب يتعاطوا من المخدرات. أخوها لما راح ما راحش لوحده، لأ ده خد معاه الدكاترة وخد معاه الممرضين بتوع المصحة النفسية، وبالفعل خدهم شيرين بالقوة ودخلوها المستشفى. بعد كده راح محامي شيرين عبد الوهاب عمل محضر في أخو شيرين وقال إن هو اعتدى عليها بالضرب وإن هو تسبب لها في كسر في رجليها أو جاب لها يعني رباط صليبي، وبالفعل اتعمل المحضر لكن طلع الكلام ده كله كلام غير حقيقي، ولا أخوها ما ضربهاش ولا رباط صليبي ولا الكلام ده كله. أخوها زي ما قلنا لما راح ولقاها بتتعاطى المخدرات، وهو كان عارف من فترة إن هي بتتعاطى المخدرات، وقال مع الإعلامي عمرو أديب إن هي كانت بتتعالج قبل كده من الإدمان واتعالجت، لكن حسام حبيب بعد ما رجع لها تاني غير رسمي، حسام حبيب رجع لشيرين رجوع غير رسمي وبقى في منهم لقاءات ومكالمات وابتدوا يتقابلوا زي ما قلنا في شقة التجمع لتعاطي المخدرات علشان أخوها يعمل اللي احنا قلنا عليه في السابق. المهم بعد ما أخوها أخدها وحصلت المحاضر ابتدت بقى المواقع وابتدت صار الطباخ وابتدى حسام حبيب يروحهم لشيرين المستشفى وخدوا كل الإعلاميين معاهم علشان يعني يعملوا شو إعلامي ويطلعوا شيرين من المستشفى. مش عارف ليه حسام حبيب بصراحة بيعمل كده. شيرين إن كانت مدمنة فيجب إن هي تتعالج، شيرين مش ملك نفسها، شيرين ملك جمهورها وملك الناس اللي بتحبها. وحسام حبيب لو كان بيحب شيرين ما كانش أصلا مشاها بسكة المخدرات علشان يقضي على مستقبلها. أخوها وأمها قالوا إن هو راجع بخطة ممنهجة علشان يدمرها، مش رجع لها علشان بيحبها أو رجع لها علشان اتصافى من ناحيتها، لا هو راجع علشان يدمرها وابتدى يرجعها تاني لسكة المخدرات اللي زي ما قلنا كان بتعالج منها قبل كده حسب كلام أخوها وربنا شفاها، لكن هو رجعها تاني للمخدرات. شيرين حاليا بتعالج من الإدمان، واللي حصل بينها وبين أخوها هيقولوا حالا مع المداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، وكمان والدتها هتقول كلام كبير ومهم جدا مع عمرو أديب عن علاقة شيرين بحسام حبيب وعلاقتها بصالة الطباخ. وفي كمان بعض الفنانين المشتركين معاهم في موضوع الإدمان ده، كل ده هنعرفه في المداخلة اللي هنسمعها دلوقتي مع الإعلامي عمرو أديب اللي كان بتتكلم فيها أم شيرين وأخو شيرين، وهنشوف قالوا إيه. أخبار مؤلمة جدا بخصوص الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكلام له علاقة بأنها موجودة في مستشفى وأنه أخوها اعتدى عليها وأشياء كثيرة. حضراتكم عارفين أن احنا في الحاجات دي بنحب أن احنا نجيب المعلومة من أصحابها. الأستاذ محمد عبد الوهاب أخو الفنانة شيرين عبد الوهاب، أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ عمرو. إيه الحكاية؟ أهلا بسيادتك. والله يا فندم الحكاية يعني حكاية معقدة خالص. اتفضل يا فندم. يعني أنا دلوقتي أختي بتتعرض لعصابة، حسام حبيب وسارة الطباخ. ويعني بص يعني فندم أنا أختي بتضيع، أختي بتنهار بس، وطبعا كل اللي بيتصار في المواقع ده أنا لا ضربتها ولا اعتدت. لا خلينا نمشي بالتدريج. إيه العصابة بتاعت حسام حبيب وسارة الطباخ؟ إيه الحكاية؟ خلينا نمشي بس شوية شوية. تمام. الأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين في خلال أسبوع،
ورجع لها طبعا العربيه وزي ما حضرتك شايف. لا رجع لشيرين ولا اتصالح ورجع لها حقوقها؟ قضائيا اتصالح قضائيا. والمحامي بتاعها اللي هو طلع ده اللي هو اصلا المحامي ده يا استاذ مش يعني، بس خلينا فعلا في نقطه نقطه. تمام. اللي حصل كالاتي، يعني اجابوا لها العربيه بتوكيل والتوكيل ده يقدر يرجع فيه. تمام. وهي اتنزلت على القواضي. ماشي. هو ما اتنزلش على ولا قضيه خالص. تمام. وضحكوا عليها يا فندم. تمام. وبعد كده رجعوا لبعض والاستاذه شيرين. لا يعني ايه رجعوا لبعض؟ اتجوزوا تاني يعني؟ لا ما اتجوزوش يا فندم، رجعوا لبعض كده بيتكلموا مع بعض على الواتساب. يعني ما بقاش في خلاف، بيقدروا يتعاملوا مع بعض. بالظبط يا فندم بالظبط. بس وبعد كده شيرين كانت مأجره شقه في التجمع. تمام. لسه مأجراها. تمام. فهي دي الشقه اللي انا رحت جبتها منها. بس رحت جبتها ليه؟ جبتها عشان ادخلها المستشفى يا فندم عشان بيتعاطوا مخدرات. بس لا دي واحده يا فندم، ده كلام خطير جدا. مين اللي مين اللي بيتعاطى مخدرات؟ الاثنين. بس الاثنين. وانا تحت ايه؟ والمستشفى ان المستشفى النيابه. مين اللي بيتعاطى مخدرات؟ حسام وشيرين. حسام وشيرين في شقه التجمع. طب عندك دليل على الكلام ده؟ اصل يعني النيابه العامه يا فندم، النيابه العامه دلوقتي بتحقق مع المستشفى اللي شيرين فيها، والمستشفى قدمت الاوراق المطلوبه. بس وهم اللي شهروا بيها، هم اللي شهروا بيها وهم اللي فضحوها. لا حضرتك رحت، خلينا نمشي برضو بالتدريج. أمرني. حضرتك رحت للشقه اللي في التجمع. طبعا. وبعدين خدتها وديتها. خدتها ضربتها يعني ولا ما ضربتهاش يا فندم؟ مش انا اللي خدتها اصلا، الناس المتخصصين في المستشفى هم اللي خدوها مش انا، انا كنت موجود بس. طب وانت عرفت منين انها بتتعاطى او انها محتاجه تروح مستشفى؟ عرفت يا فندم الموضوع ده يا فندم، ده يعني بقاله كتير مش من النهارده، انا عارفه بقالي كتير، وكنت ساكت وماما طلبت مني، وماما معايا هي يا فندم، عايزه اتكلم حضرتك. ماما اللي جت، ماما اللي جت توسلت على، كانت هتبص على رجلي قالت لي انقذ بنتي، انقذ اختك من حسين. بس هي وساره الطباخ دلوقتي واقفين قدام المستشفى اللي هي بتتعالج فيها، وجايبين الصحافه وعايزين يجيبوا استاذه الكندوش معاهم. لا هو دلوقتي المستشفى اللي انت دخلتها فيها دي، هي مش تقدر بحريتها تمشي المستشفى؟ تقدر بحريتها، بس انا مدخلها دخول الزامي. دخول الزامي يعني ايه دخول الزامي يا فندم؟ يعني دي غير مؤهله ولازم تتعالج بس، ونسب التحاليل بتقول كده. وانا بقول لحضرتك دلوقتي مدير المستشفى في النيابه العامه معاه الاوراق المطلوبه كلها اللي بتقول ان هذا المريضه تستدعي العلاج بالالزام، وعشان كده هي ما تقدرش تخرج من المستشفى. لا هي يا فندم هي لو عايزه تخرج تخرج، بس هتخرج تدمر نفسها، هتخرج تدمر نفسها وهم سايبينها. طب هي قالت لك ايه لما رحت لها وقلت لها تعالي يا شيرين نروح المستشفى؟ لا ما كانتش طبعا موافقه. انا عشان بقول لك والدتي الست عندها 80 سنه جت كانت عايزه تبوس على رجلي بتعيط لي بتقول لي انقذ اختك من حسام. يا استاذ محمد رحت لها البيت قلت لها تعالي المستشفى، كان ممكن تقول لك انا مش رايحه، ايه اللي اجبرها انها تروح المستشفى؟ يا فندم انا واخد لها لجنه، انا واخد لها لجنه يا فندم توديها. بس يعني ايه لجنه؟ لجنه لا ناس من المستشفى بتطلع بتجيب المريض اللي هو بيبقى تحت. هو في حاجه كده في القانون؟ طبعا ما اعرفش بقى في القانون فيه او ما فيش. انا دي اختي لازم الحقها. بس فودتوها المستشفى، وهم دلوقتي بيقولوا انها بتشاور من الشباك في المستشفى للناس تحت وللاعلام انها مش عارفه تخرج. ولا الكلام ده مش مظبوط يا فندم. قانونا انا تمام وسليم واحنا سليم. ويا فندم انا بس انا عايزك تكلم ماما، هي قاعده جنبي، مامتي عندها 86 سنه. بس يعني اكيد مش هتكذب واكيد مش يعني مش هخليها تقول كلام، يعني ست على عدبة الدنيا زي ما بيقولوا. اتفضل اهي معاك يا فندم كلمها. مدام كريمه ازاي حضرتك؟ الو ايه الحكايه مدام كريمه؟ استاذ عمرو شيرين دي حبيبتنا كل، يعني احنا يعني مذهولين من الكلام اللي بيتقال ده، ايه الحكايه؟ طبعا يا استاذ عمرو والله يا استاذ عمرو انا يعني بستنجد بيك انت والاستاذ الريس عشان خاطر يعني تحموا بنتي من حسام حبيب وسارة الطباخ. ايوه بيعملوا لها ايه حسام حبيب وسارة الطباخ؟ حضرتك بعد الحفله على طول روحنا البيت قتلته، وهم بيتكلموا قعدوا تحت في الاستديو يوم ثلاث ايام وهي عماله تشرب هي وهو، وطلعت اتخانقت معانا واتخانقت مع بنتها وقالت لنا يلا بره، بقول لها ايه اللي جابه هنا ده تاني؟ راحت قالت لي انا حره، انا شيرين عبد الوهاب، عشان هي طبعا مش دريان، وراحت طردتني من البيت وطردت اختها وقالت لهم يلا، قالت لي بقول لها انت عارفه ان ولادك لو شافوه عشان يعمل اللي هم كانوا بيعملوه قبل كده. بس يعني انا بستنجد بيك بقى يا استاذ انت والريس. لا يعني انتوا دي واحده يا فندم، انتوا كان في بينكم خلافات قبل كده؟
ولا هو الخلاف ده حصل في اليوم ده؟ لا ما هو كان في خلافات قبل كده، في خلافات قبل كده اللي هو ما عارفين الخلافات اللي كانت بينه وبينه. ايوه انت علاقتك بشيرين عامله ازاي؟ علاقتي كانت بيها كويسه جدا، بس هو بقول لك اول ما جه راح قلب. انت كنت قاعده معاها في البيت فقالت لك لازم تمشي؟ هو بيأمرها بكده، هو ما بيخليش اي حد جنبها عشان يستفرد بيها. فانت موافقه على اللي عمله ابنك ده انه خدها؟ ايوه انا اللي جيت هنا استرديته عشان ما كانش حد قادر عليها ولا عليه، وانا طردته قلت له انت ايه اللي جايبك هنا؟ قال لي ده انا هتجوزها، قلت له ده لما تشوف حلمة ودنك، عشان انت عارف ان هو دمرها قبل كده كتير، يعني حرام عليكم بجد. انا بسترديكم من ربنا ان انتوا تحموها من الواد ده، عشان الواد ده شر شر. وانت عارف شيرين ما صدقنا عالجناها وبقت كويسه ورجعت تاني قلب حالها. حاجة كريمة، شيرين مش صغيرة وهي تاخد قرارها بنفسها. أنا بس اللي مستغرب له حكاية المستشفى دي، أنا أول مرة أعرف إنه ممكن يبقى إجبار حد إنه لازم يروح مستشفى وإنه ما يعرفش يخرج منها. لا مش إجبار، ما هي عشان أنت ما تعرفش هي بتعمل إيه، بتشرب هو طول الليل هي وهو بيفضلوا يشربوا، وبعدين ده قاعد معاها في صدرك إيه؟ مش عايزة نتكلم يا حضرتك؟ أنا بستنجد بيكوا عشان تنقصوها منهم. طب هي قالت لك لما قالت لك ايه لما قلت لها لازم تروح المستشفى؟ ايه قالت لك ايه لما قلت لها لازم تروح المستشفى؟ قالت هاتي كده وانا عارفه انا بعمل ايه. هي مش دريانه، هي مش دريانه، كانت قلت انا بقول لها اولادك، قالت لي مع السلامه بره هم كمان. في حد يقول على اولاده كده؟ طب والعيال فين دلوقتي؟ العيال قاعده هتنزل البيت معاهم بنت شمال. بنتك؟ بعد ما طردتها، بس البنت قالت لها ما سيبش العيال، وانا اكيد كمان كنت قاعده معاهم، بس انا جيت عشان محمد يعني يستنجد بيها بسرعه. احنا لو كنا استناش والده هيموتها. طب هي هو راجع بخاصه، مش راجع عشان راجع بخاصه عشان يستنجد، يعني يستنجد بيها. طيب ده مش بني ادم كويس. وانت حضرتك كنت بتقولي انها اتعالجت قبل كده وبقت كويسه. ايوه. وبعدين دلوقتي ايه اللي حصل؟ اللي حصل بقى ان هو يعني هو رجع عشان يضحك عليها بقى وهيقضيها. ايوه يا استاذ عمرو معلش، يعني خلاص يعني طبعا يعني كده كفايه فضايح، يعني عشان بس ماما، يعني ماما يعني ست، معلش يا ماما، معلش معلش، اهدي يا ماما، اهدي يا ماما، اهدي بقى عشان استاذ محمد. طب ايه الوضع دلوقتي قانونا وانسانيا؟ الوضع دلوقتي يا فندم انا موقفي القانوني سليم 100%، ولو اخر يوم في عمري لو رقبتي هتطير مش هخرج اختي غير لما تبقى لما الطب يقول لي دي انسانه سليمه تقدر تخرج تمارس الحياه وتشتغل وتبقى زي الفل. لو رقبتي هتطير، ولو هبص، ولو هبيع كل ما املك، بس مش هسيب اختي لحد ما تبقى كويسه. ودي عصابه، ولسه في ناس تاني، بس انا مش عايز اقول اسمائهم عشان مش عايز اشعر بالناس. استاذ محمد حضرتك بتشتغل ايه؟ نعم يا فندم. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا حضرتك انا كنت ماسك شغلها، يعني كنت ماسك شغلها. انا اصلا مساعد مهندس تغليف اسلاك كهربائيه، طبعا من ساعه ما هي دخلت الوسط الفني انا سبت شغلي واشتغلت معاها فتره لحد ما الاستاذ ظهر في حياتي. فهو لما ظهر حضرتك مشيت. هو لما ظهر يا فندم قطعت مامتها، ويا فندم هي طلعت قالت الكلام ده كله مع مدام لميس. يعني انا مش بقول لك حاجه، مش حاجه جديده، هي طلعت قالت كل الكلام ده مع مدام لميس. بس قالت مع مدام لميس كل حاجه، خسرني ماما واختي وخسرها شغلها. وطبعا حضرتك انت عارف، حضرتك عارف كل حاجه، بس والناس عارفه كل حاجه، بس ده واحد دمر اختي وعرفت اللي محطوط. طب انت لما رحت البيت كان هو هناك؟ كان هو هناك يا فندم. طب وما اعترضش ان هو ياخدوها المستشفى؟ اعترض بس انا بقول لك يا فندم انا واخد ناس متخصصين، هو فرد لوحده، وما حدش فينا اعتدى عليه ولا اي حاجه، عشان بس ايه ما يروحش اصل ده واحد عليه يعني فاهم، اي حاجه بلاقي انا ما فيش اي حاجه. هو يعني انت ما مديتش ايدك عليها خالص؟ خالص خالص. امال حكايه انها وقعت على السلم وعندها رباط صليبي وكل ده ما حصلش؟ خالص يا فندم، احنا قلنا كده عشان كان في يعني فاهم في حفله، تمام. فطبعا انا مش هينفع شهر بختي، انا قلت كده عشان كان عندها حفله في الكويت،
فمش هتقدر تروح، فقلت انها وقعت على رجلها بالظبط، فقلت كده عشان ما تتعرضش للمساءله القانونيه. لكن الاستاذ حسام والاستاذه ساره خدوا الاعلام كله والصحافه واي تي في العربي وكل الكلام ده وخدوه راحوا قدام المستشفى، هم اللي بيشهروا بيها. طب ايه علاقه الاستاذه ساره بالموضوع؟ انا فاهمين علاقه حسام فجاه يعني ما اعرفش. لا هو ليه صفه ولا الاستاذه ساره ليها صفه؟ الاستاذه ساره الدكتور بيكلمني مستعد اخليها من معاك مداخله، استشاري وحده الادمان استاذ دكتور هيثم حسن، لغايه الساعه 2 بالليل جايبين اربع ضباط واربع محاميين واقفين قدام باب المستشفى وعمالك تصرخ يا شيرين يا شيرين من قدام باب المستشفى. في ناس يا فندم مش عايزينك تحالك ولا عايزينك تبقى انسانه كويسه. بس وبعدين يا فندم يعني فاهم اديك انت حضرتك اكيد متابع الفتره اللي فاتت الفضايح اللي حصلت. انا امي فاهم قطعت كل اصحابها بسبب الفضايح اللي احنا فيها يا فندم. بس انا فانا طلعت انا قلت موضوع الشرابات الصليبي ده عشان مش هقول ان انا دخلتها مستشفى يعني عليك. طب الدكاتره قالوا يعني ممكن تقعد تتعالج وقت قد ايه؟ المستشفى حاليا واقف امام النيابه العامه مع كل الاوراق اللازمه اللي بتقول ان احنا كاهل شيرين نلزمها بالعلاج التحاليل بالنسب بكل حاجه. فانا موقفي القانوني سليم يا فندم، ووالدتي هي قالت لك، وانا بقى بستنجد بحضرتك وبستنجد بالسياسه الرئيس بتاع السيسي وبالدوله دي لو فيها فعلا قانون لازم الناس دي تقف معانا، لازم الناس دي يا فندم يعني الناس دي لازم تسكت، الناس دي حسام ده لازم يبعد عنها وساره دي تبعد عنها. بس فانا يعني انا وما اتكلمتش في حته في اي حته خالص غير لما الاعداد بتاع حضرتك هو اللي بعت لي، يعني كمان مش انا اللي بادرت ان انا اعمل المداخله، هم الاعداد بتاع حضرتك اللي كلمني قالوا لي حابب توضح، قلت لهم حابب اوضح. بس فانا طرحت كل حاجه قدام حضرتك والراي العام وهم بقى يتصرفوا والناس تشوفوا الجمهور، لان انا اختي بتتعرض لعصابه اقسم بالله لعصابه، وحاطط لها ابلكيشن تجسس على الموبايل وعامل واحده صاحبتها مش عايز اقول اسمها وجايبه لها شيخه وحاجات كده يا دكتور وحاجات كده يا استاذ عمرو حاجات مريبه، والشيخه دي بتاخد منها بمئات الالاف تقول لها بتبقى سامعه الاخبار كلها ده بس عم حاطط له ابلكيشن تجسس على الموبايل يعني. فكل ده كل ده يا فندم والنبي انا بقى عايز حد يقف ينجدنا. بس الاستاذ محمد عبد الوهاب انت ناوي تعمل ايه الايام الجايه؟ انا والله يا فندم بص لو 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 اخر نفس في عمري لو رقبتها هتطير مش هسيب اختي واقف جنبها لحد ما اخرجها لاولادها ولجمهورها وللناس كويسها. بس انتوا لازم تقفوا جنبنا عشان احنا بجد الولد ده عنده وصايف وعنده حاجات وعمال يهددنا ويبعت لنا. لا 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 مفيش واسطه في مصر الحق اي حد عنده وصايد يا فندم. ياسر كنتوش ده انا مدخل شريد المستشفى بقى لها 3 ايام. ياسر كنتوش ده امبارح راح بالتوكيل اللي هي عامله له رفع عليا قضيه. فين بقى نقابه المحامين تيجي بقى تقول له مين اللي قال لك يرفع القضيه دي؟ بس مين؟ ما حدش قال له عشان هم عصابه. محامي ياسر كنتوش ده يا فندم محامي الاستاذه ساره وعامل عصابه يا فندم عصابه.